لنقاش إذن في هذا الموضوع نرحب بضيفنا من القاهرة الأستاذ محمد الحارثي، استشاري تكنولوجيا المعلومات. إذن أستاذ الحارثي، يعني مشاكل إكس الآن تضم دولة سابعة بعد 6 دول أخرى حجبت نفس المنصة، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر ذلك على أداءات هذه الشركة وهذه المنصة، على أداء عملها، أو ربما يغري دولا أخرى لإلغاء أو حجب هذه المنصة؟ والسادة المشاهدين، الحقيقة الأزمات تطيح حقيقة وتطارد يمكن كبرى الشركات من يمتلك المنصات التواصل الاجتماعي عبر العالم. وهنا تحديدا لو بنتكلم عن أزمة منصة إكس مع في دولة في البرازيل، البرازيل تمتلك قانون اللي هو LGPD، هو قانون حماية البيانات، وهو الحقيقة بينص في بنوده التنفيذية على ضرورة كافة المنصات الرقمية بداخل نطاق البرازيل التوافق مع القانون، وذلك لحماية الحقيقة البيانات الشخصية والتوافق مع المعايير والقواعد المنظمة لتبادل الحقيقة ومعالجة البيانات. وإلى الآن الحقيقة يمكن وفقا للسياق السابق أن هناك أزمات واجهتها الحقيقة شركة ميتا في 2022 ومنصة تليجرام في البرازيل، والحقيقة حصل تغريم أو الإقرار ببعض التغريم الشركتين، وحصل الحقيقة تفاوض ونقاشات فيما يتعلق بالتوافق مع قانون حماية البيانات البرازيلي. خليني أقول لحضرتك في هذا السياق، التمثيل القانوني هنا هو ما يضمن حقيقة توافق منصة التواصل الاجتماعي، وهنا بالتحديد بنتكلم عن منصة إكس، في التوافق مع قانون حماية البيانات البرازيلي. وكمان حقيقة فيما يتعلق بالتفاوض، لأن هناك وفقا للقانون تغريم في حالة عدم التوافق مع القانون 2% من إجمالي الإيرادات السنوية. وكلياً نتكلم عن أكثر من 40 مليون مستخدم قد الحقيقة منصة إكس تخسرهم مباشرة في حالة الحقيقة تفعيل وتطبيق حجب منصة إكس تماما. وهو ده التحذير اللي يمكن وجهته البرازيل إلى منصة إكس، في ضرورة سرعة التوافق مع القانون وسرعة الحقيقة يعني موافاة الجهات المنوط بها هذا التوافق مع قانون حماية البيانات في التمثيل القانوني لهذه المنصة داخل البرازيل. طيب مهندس محمد، يعني سريعا، قائمة الدول التي ربما حجبت منصة إكس هي إيران، تركمانستان، كوريا الشمالية، روسيا، وباكستان، وفنزويلا، وهي كلها دول ربما تعاني من مشاكل كثيرة مع الولايات المتحدة. هل هناك أسباب سياسية وراء هذا الحجب ربما؟ يعني خلينا أقول أن الحجب اللي بتتجه ليه بعض الدول ليه بعض المنصات هو عدم التوافق الحقيقة مع القواعد والمعايير المنظمة لفكرة حماية البيانات داخل كل دولة، وهناك أيضا محددات سياسية. إحنا الحقيقة متابعين لبعض الأزمات السياسية وبعض الحقيقة الأزمات التي تطيح لبعض المنصات، زي مشكلة الحقيقة منصة تيك توك مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومؤخرا طبعا منصة تليجرام والتوافق مع القوانين الخاصة بحماية البيانات في النطاق الأوروبي. فبالتالي الحقيقة نقدر نقول أن هناك اعتبارين، اعتبار سياسي، وهناك اعتبار، ومن حق كل دولة الحقيقة أنها تجبر كل منصة موجودة في داخل نطاقها أنها تتوافق مع قوانين أو قانون حماية البيانات، وهو ما يضمن حقيقة حماية البيانات الشخصية للمستخدمين من المواطنين وفقا لكل دولة. مهندس محمد الحارثي، استشاري تكنولوجيا المعلومات، أشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا.